اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاسكالوب البانيه، اسكالوب فينواز، كوردون بلو، دي اسماء ننطقها بالصعب شويه، يعني نطقها صعب شويه، ولكن بنشوفها في المنيو فيها افكار كتيره، فيها غلبه كتير، فانا بسهل عليكي لما تقري حاجه صعب ان احنا ننطق اسمها او التفاصيل بتاعتها انك تقدر تعملها في المطبخ بسهوله. فانا وظيفه النهارده بسهل لك الاسم الصعب اللي بتشوفيه في اي منيو بتروحي مطعم. اسكالوب فينواز هو اسكالوب بانيه اللي هو البفتيك، هنعمله النهارده بالبقسماط والبيض مع خضار سوتيه. له تفاصيل كتيره، اللحمه ما تكشش مني، اللحمه تستوي، اقطع اللحمه كده زي المطاعم بالشوكه والسكينه واكلها مع خضار سوتيه من الجزر والكوسه، ممكن بروكلي، ممكن بطاطس حسب الرغبه. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما المكرونه بالوايت صوص، فعشان يحبوها اكتر ممكن نعملها باشكال هندسيه مختلفه. فمعايا مكرونه حلزونيه النهارده هعملها مع المشروب، والمشروم مصدر بروتين نباتي قوي جدا، هنعملها بالوايت صوص، ودي مشهوره ببعض المطاعم، يقول لك مكرونه بالمشروب مع الوايت صوص وبالجبنه، هنعملها مع بعض النهارده. انا شخصيا بحب البطاطس، وعشان بحبها بحب دايما اغير من طعمها، فاعملها النهارده بطاطس مقليه اللي هي الفرايد بطاطا، هنعملها مع الجبنه، هنشوف نعملها ازاي، والجبنه بتشوفها ببعض المطاعم المشهوره بتنزل بشكل كريمي كده لطيف على الجبنه على البطاطس المقليه، بصراحه انا بعشقها، وخاصه لو نقدم معاها خيار مخلل. بطاطس مقليه، مقاديرها على الشاشه، بطاطس متقطعه وجاهزه، كلنا شطار في تقطيعها، بنحطها تتحمر في قلب الزيت. والمقادير على الشاشه بتاعه البطاطس اهو، بعد ما بتتحمر بكون طبخت الجبنه وانا شغال، معايا الجبنه اهيت، معايا الطاسه بتاعتي، بنحط شويه حليب مع شويه زبده مع معلقه دقيق صغيره، ونعمل صوص الجبنه اللي بنشوفه في بعض المطاعم واحنا شغالين. دي حطيت دي يا عم الشيف بيدي قوام للجبنه. شويه الحليب، دي انا مش بحمر الدقيق بقى، بنزل عليه كده. اي جبنه انت حباها، اي نوع جبنه، اي فليفر انت حباه. نقلب كده وننزل بالجبنه اللي احنا حبيناها، جبنة مبشورة، جبنة مضروبة في الكبة، زي ما انت عايزها. نقلب، طلع حتة اللحمة الحلوة دي، الله ايه الحلاوة دي يا عم الشيف. صوص الجبنة اخباره ايه؟ اهو جاهز، اختياري برضو. ممكن تقدم مع الاسكالوب ده جبنة، صوص جبنة اختياري. صوص الجبنة طلع معايا. نعم والله انت سالت سؤال علمي، سؤال زي ما بيقولوا في الجون يعني. شيف مغاز، انا بروح بعض المطاعم بلاقي الجبنه لونها اصفر، وفي جبنه صفرة باللون ده؟ لا، ايا حتى لو كانت جبنه شيدر مش في الاخر بتديك اللون ده، بيحطوا العقده الصفرة اللي هو الزعفران اللي بنستخدمه في البرياني او كركم حسب الرغبه. عرفت اللون بيجي منين؟ اهو بص على الحلاوه اهو، خلص الكلام. عقده صفرة او بابريكا، شفت لون الجبنة؟ هو ده اللي بندور عليه. عايز تشوف قوام؟ عينيا. دي الجبنة، بص عليها. طبخنا جبنة اهيت على النار، استخدمها بقى استخدامات زي ما انت عايز، مع البطاطس المقلية ماشي، مع الاسكالوب بتاعنا ماشي، حسب الرغبة. الله شوية بطاطس حكاية، وأنا مع البطاطس البلدي يا أخوانا بتاعتنا لما نقليها تبقى لطيفة وحلوة، بلاش البطاطس اللي هي في السوبر ماركت في أكياس بلاستيك سفنجة. والله العظيم ماليش فيها طعم. هات حبتين بطاطس كده حلوين، اشتريهم بطاطس من خير أرضنا زي الفل، وامسكيهم قشريهم وحطهم في مية وقطعيهم وخليهم في التلاجة. وقت الولاد ما يحب ياكلوا بطاطس مقلية حمرها في البيت. ليه اشتري الكيس في الفريزر ده واشتريه واحطه في التلاجة؟ انا مش مع ده خالص، خلي بالك.
واحنا خلصنا يا فندم. ممكن نحط معلقتين كريمه لباني مع الجبنه دي. شفت بقى الشقاوه هنا؟ ده الفرق انك تعملي جبنه في البيت. اه خدت طعم الكريمه اللباني اهي، شفتي؟ عايزاها لها فليفر سبايسي يعني، حطي بابريكا او فلفل ابيض، بلاش فلفل اسود. عايزه طعم السبايسي فيها يعني، اختياري برضه. تعالوا نصفي البطاطس دي كده عشان نحط عليها الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طبق التقديم بطاطس بالجبنه، ولادنا بيحبوا ياكلوها بره. الله، ها بطاطس ايه بلدي، والبلدي يوكل. والجبنه شفت القوام بتاعها؟ اه. روح بقى كلها في اي مطعم كده، ولا بالطعم ده ولا بالشقاوه دي ولا يعني مش هنتكلم عن النظافه، النظافه موجوده، بس انت لما تعملي الحاجه لاولادك في البيت ده موضوع يفرق كتير. خلي بالك الجبنه واخده كريمه لباني، واخده زبده انت حباها، ممكن تحط معلقه سمنه بلدي، يبقى حولت الطبق بتاعك ده لبروتين حيواني لطيف وزي الفل. الاولاد اللي مش بياكلوا لحمه اكلتهم لحمه بطريقه غير مباشره، اللي هو البروتين الحيواني اللي موجود في السمنه البلدي اللي حطيتيها على البشاميل او حطيتيها على الجبنه. شايفه الجبنه وحلاوتها؟ الله، الف هنا وشفا للي ياكل منها. اه حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها انك تكوني وزيره اقتصاد جوه بيتك. دي بابريكا صغيره كده بحطها تاتش كده اهو، تقدري انك تعملي سفره مختلفه في الشكل وفي الطعم وفي اللون وكمان القيمه الغذائيه. عملنا طبق مكرونه بالوايت صوص مع المشروم، وده مشهور في بعض المطاعم. عملنا اسكالوب بانيه، يسمى في المنيو كده اسكالوب بانيه او كوردون بلو او اسكالوب فينواز. فينواز بياخد شرايح من الليمون مع بقدونس وبياض بيض وصفار بيض مبشور. الكوردون بلو بتبقى نفس حته اللحمه محشيه خضار او جبنه اختياري، هي نفس المكونات يعني، مع خضار سوتيه. قدمت معاها جبنه اختياري. البطاطس الحلوه اللي انا بحبها بجد، واحب معاها الفلفل الهلامينو ده بيبقى لطيف وجميل. الفلفل السبايسي شويه ده بيتباع وبتعمليه في البيت يبقى لطيف وجميل، او البابريكا اللي حطيناها عليه تبقى لطيفه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.